وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لدعم مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاز بقيمة 200 مليون دولار. وأوضحت نصر أن المشروع بهدف الاستثمار في كفاءة الطاقة في خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز، حيث يهدف المشروع لمساعدة تحسين كفاءة الطاقة في مصر. النهاردة شهدنا وحضرنا توقيع اتفاقية مهمة جدا، برضو يعني تأكيد على العلاقة الاستراتيجية والاتفاقية الإطارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. وبالفعل منذ أن تحولت مصر لدولة عمليات في هذا البنك ولها مقعد في مجلس إدارة هذا البنك، فإحنا حرصنا أن إحنا كما وعدنا من بداية السنة أن إحنا نتحرك سريعا في الاستثمار في البنية الأساسية، عشان بهدف رئيسي ضخ استثمارات وتوصيل أفضل خدمة للمواطن المصري في نفس الوقت الاستثمار في المواطن. النهاردة شهدنا توقيع اتفاقية استثمارية زي ما أشار رئيس البنك وده برضو تأكيد على بالفعل زي ما باشمهندس أشار للعلاقة المتينة بين وزارة البترول ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ان احنا بنعمل معا لضخ استثمارات. وزي ما احنا عارفين ان احنا بنبص على الاستثمار الاجنبي المباشر هو يعني تقريبا 50% لهذا القطاع الحيوي.